رئيس مركز وطني لحقوق الانسان. شكرا للاستاذ الصباري النقيب ديالنا المحامي الدفاع ديالنا. شكرا لكم نتوما كصحافه، صحافه اللي هي بصراحه حماتنا اليوم، صحافه اللي هرباتنا اليوم، صحافه اللي هما جاوا بغاو يتعداو علينا، هما اللي طلبوا لنا الامن وجابوا لنا الحمايه من الامن. بغض النظر عن الحكم سنتين ثلاث سنوات، انا الحكم اشفى غليلي، انا الحكم كنشوف انه هذا درس 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 غنبقى نقولها ونعاودها درس لاي واحد بغي يشوه بنات الناس، لاي واحد نصب نفسه اله او نصب نفسه قائد على الارض او قاضي على وجه الارض انه بغي يشوه عباد الله، فهذا بالنسبه لي انا درس لكل من سولت له نفسه والعقبه اللي باقي ما تشدوش. واش كيبان لك القضاء نصفك؟ هاك انا نصفني، انا شخصيا نصفني، انا كنحس بالراحه. ما كانش القضاء غينصفني لو كان خداو البراءه ما كنتش غادي نكون مرتاحه، انما هاد السنتين انا كافياني، انا كنحس براسي انني تنصفت. نستنف وما نستنفوش هذاك امر كيبقى بيننا وبين جهات الدفاع ديالنا كتخصنا حنا. تصدر حكم، ما تصدرش لي على على على, 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 على شحال من عام، المهم هو انه تصدر حكم بالادانه، بالادانه انه هذوك عصابه اجراميه خداو الحق ديالهم، خداو الجزاء ديالهم، هذا هو المهم عندنا حنا. في الحكم ديالك هذاك الشيء تيبقى بيننا وبين بين, بين هيئه الدفاع ديالنا. ما نقدر ندير لك اليوم خلال هذا الحكم الرساله ديالي اليوم، انا قلت لابد من يوم ترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم، وهو يوم اسود عليهم. وطبعا اللهم لا شماته، انما قله العقل، الفرعنه، حب العظمه، حب الجنون. الانسان تيظن روحه انه فوق من المخزن، فوق من الامن، فوق من بزاف ديال الامور. اليوم القضاء المغربي قال كلمته وتمت الادانه في هذا الملف، وان شاء الله عقبال الملفات الثانيه نتنصفوا فيهم ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.